قتل 19 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في عدة انفجارات عنيفة في العراق، بينها هجوم انتحاري وانفجار 7 سيارات مفخخة حسب ما أشارت مصادر أمنية وطبية عراقية. كانت سيارة واشفين، أبو الأشايز قال شنو هاي السيارة؟ لك قلت لا مولي، يعني عندي ماطور. قال هاي السيارة ما عاد راعي، قلت له جوز بالمطعم راعية. افتر جيت سيارة الشرطة هاي، قال لهم هاي السيارة من الصبح ماكو وين راعيها. قام توهم مشوا جو عليها وفجرت. اثنين راحوا قتلوا وواحد جرح. في كركوك قتل 6 من عناصر الشرطة وجرح العشرات في هجوم انتحاري استهدف مقر مديرية مكافحة الإرهاب في ناحية دقوق. وفي الفلوجة غرب بغداد أعلنت مصادر في الشرطة عن مقتل 4 من رجال الأمن في هجوم مسلح، كما وقعت هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين في التاجي شمال بغداد والوجيهية والموصل.